بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم أعزائي الطلبة إلى درس جديد من دروس اللغة العربية. أعزائي الطلبة، درسنا لهذا اليوم بعنوان التوازن البيئي الطبيعي. في درسنا السابق تعرفنا على مفهوم التوازن البيئي الطبيعي، وتعرفنا أيضاً على مفهوم الاختلال الطبيعي، وتعرفنا أيضاً على أهم فوائد الحيوانات والحشرات المؤذية، وكذلك على الخطر الذي يهدد أنواعاً مختلفة من الحيوانات والنباتات في العالم، وتعرفنا أيضاً على أهم الأحياء المهددة بالانقراض. واليوم ننتقل إلى كتاب النشاط لمناقشة التدريبات وحلها. هيا بنا. نفتح كتاب النشاط على درس التوازن البيئي ونبدأ بالتدريب الأول. لدينا في هذا الصندوق مجموعة من الكلمات، كلمات يجب أن تعرفها وهي كلمات شائعة. سوف أقوم بقراءة هذه الكلمات: أما، هكذا، سوى، هما، تلك، إنما، دون، هناك، لولا، أية، لذا، حيث، من، لئلا، قبل، ثم، لو، حتى. السؤال الثاني: اختر الكلمة التي تتمم معاني الجمل الآتية. إذن لدينا جمل ينقصها بعض الكلمات. هذه الكلمات يجب أن نأخذها من الصندوق في أعلى الصفحة. لنبدأ بالجملة الأولى: ألف، رأيت الدب في حديقة الحيوانات. فراغ، الفيل فقد اختفى عن الأنظار. ما هي الكلمة المناسبة لإتمام هذه الجملة؟ هل يمكن أن نقول رأيت الدب في حديقة الحيوانات سوى الفيل؟ طبعاً إجابة خاطئة. هل يمكن أن نقول رأيت الدب في حديقة الحيوانات إنما الفيل؟ كذلك إجابة خاطئة. ما هي الإجابة الصحيحة؟ أحسنتم، كلمة أما. نقول رأيت الدب في حديقة الحيوانات أما الفيل فقد اختفى عن الأنظار. ننتقل إلى الجملة التالية: باء، ارتديت المعطفة. فراغ، أشعر بالبرد. ما هي الكلمة المناسبة لإتمام هذه الجملة؟ لو قلت ارتديت المعطفة هما أشعر بالبرد، هل هذه إجابة صحيحة؟ طبعا لا. لو قلت ارتديت المعطفة لولا أشعر بالبرد، هل هي إجابة صحيحة؟ طبعا هذه إجابة خاطئة. ما هي الإجابة الصحيحة؟ أحسنتم، إذن نقول ارتديت المعطفة لئلا أشعر بالبرد. ممتاز. ننتقل إلى الجملة الثالثة: تاء، قرأت الموضوع أولا. فراغ، استنتجت أفكاره. ما هي الكلمة المناسبة؟ أقول قرأت الموضوع أولا حيث استنتجت أفكاره، هل هذه إجابة صحيحة؟ طبعا لا. ولو قلت قرأت الموضوع أولا هناك استنتجت أفكاره، هل هي إجابة صحيحة؟ طبعا لا. ما هي الإجابة الصحيحة؟ أحسنتم، إنها كلمة ثم. أقول قرأت الموضوع أولا ثم استنتجت أفكاره. لا يمكن أن يكون الاستنتاج قبل قراءة الموضوع، إذا نقرأ الموضوع أولا ثم نقوم باستنتاج الأفكار. الجملة الرابعة: ثاء، لا أحب العيش فراغ مغامرة. ما هي الكلمة المناسبة؟ لو قلت لا أحب العيش أما المغامرة فهي إجابة خاطئة. ولو قلت لا أحب العيش هناك مغامرة كذلك إجابة خاطئة.
ما هي الإجابة الصحيحة؟ أحسنتم، كلمة دون. إذن أقول لا أحب العيش دون مغامرة. الجملة الأخيرة، ما أجمل الصيف فراغ شدة حرارة الشمس. أقول ما أجمل الصيف من شدة حرارة الشمس، إنها إجابة خاطئة. ولو قلت ما أجمل الصيف حتى شدة حرارة الصيف، كذلك إجابة خاطئة. ما هي الإجابة الصحيحة؟ أحسنتم، أقول ما أجمل الصيف لولا شدة حرارة الشمس. أحسنتم. ننتقل إلى السؤال الثالث، استخدم لكي في جملة من إنشائك. إذن يجب علينا أن نستخدم كلمة لكي في جملة من إنشائنا، وتكون جملة مفيدة ولها معنى. استمع إلى الإجابات. أحسنتم، إنها إجابة رائعة. ذهبت إلى طبيب الأسنان لكي أعالج ضرسي. ممتاز. وأقول أيضا ذهبت إلى المدرسة لكي أتعلم القراءة والكتابة. أحسنتم. ننتقل للسؤال الرابع، اكتب أضداد الكلمات التالية ثم اقرأها. لدينا الكلمة الأولى الاختلال، ما ضدها؟ أحسنتم، الاتزان أو التوازن. إذن الاختلال ضدها أو الاتزان أو التوازن. باء، السلبي، ضد كلمة السلبي الإيجابي. ممتاز. ولدينا الكلمة الثالثة الطبيعية، ما ضد كلمة الطبيعية؟ الاصطناعية. أحسنتم. إذن هذه الكلمات وهذه أضدادها علينا أن نحفظها جيدا، كل كلمة مع ضدها. ننتقل إلى السؤال الخامس، اختر المعنى الصحيح للكلمات الملونة فيما يأتي. لدينا كلمات، يجب أن نبحث على الإجابة الصحيحة لهذه الكلمات أو لمعاني هذه الكلمات. الجملة الأولى، ألف، أخذ تعداد الحيوانات يتضاءل. ما معنى كلمة يتضاءل؟ يتزايد أم يتساوى أم يتناقص؟ أحسنتم، إذن يتضاءل تعني يتناقص ويتصاغر أو يصغر. باء، أصبحت بعض أنواع الحيوانات مهددة بالانقراض. ما معنى كلمة الانقراض؟ هل تعني الانعدام أم الندرة أم الهلاك؟ أحسنتم، إنها تعني الانعدام، يعني لم يعد لها أي وجود. جيم، المخلوقات تتقاسم العيش في كوكب الأرض في نظام فريد من التناغم لتستقيم دورة الحياة وتتحقق الاستدامة. ما معنى كلمة الاستدامة؟ هل تعني المشاركة أم الاستمرار أم التراجع؟ أحسنتم، إذن الاستدامة تعني الاستمرار والبقاء لفترة أطول. ننتقل إلى الصفحة التالية، بعد قراءتك لنص التوازن البيئي الطبيعي أجب عن الأسئلة التالية. السؤال الأول، ماذا يعني التوازن البيئي الطبيعي كما فهمت من النص؟ نحن جميعا قرأنا نص التوازن البيئي الطبيعي، كيف فهمت معنى التوازن البيئي الطبيعي أو ما هو تعريفك لهذا المفهوم؟ عندما نقول التوازن البيئي الطبيعي، ماذا تفهم من هذه العبارة؟ أحسنتم، إذن التوازن البيئي الطبيعي هو أن يؤدي كل عنصر من عناصر البيئة عمله بشكل مستمر دون إحداث أي تغيرات خارجية. أحسنتم. السؤال الثاني، ما المقصود بالاختلال
البيئي. ما معنى كلمة الاختلال البيئي؟ قلنا الاختلال هو عدم الاتزان. إذن ما المقصود بالاختلال البيئي؟ ممتاز. الاختلال البيئي هو الأثر السلبي الذي يقع على أحد عناصر البيئة بفعل الإنسان أو العوامل الطبيعية كالكوارث والجفاف والفيضانات والتلوث وغيرها. ننتقل للسؤال الثالث. أكمل الشكل الذي يوضح الدورة الطبيعية في الحياة ملخصاً ما ورد في فقرة السلسلة الغذائية للتعايش. إذا تحدثنا في درسنا السابق التوازن البيئي الطبيعي عن السلسلة الغذائية للتعايش، وهنا لدينا هذا الرسم ليوضح لنا هذا التعايش. تبدأ السلسلة بالتربة والماء، بعد ذلك تأتي الشمس، ثم ثاني أكسيد الكربون، ثم يأتي النبات، أي أن النبات يعتمد في حصول على غذائه من الشمس ومن غاز ثاني أكسيد الكربون ومن التربة والماء. ثم يأتي الغزال ويتغذى على النبات، بعد ذلك يأتي الأسد ويتغذى على الغزال، بعد ذلك تتحول جثة الأسد إلى البكتيريا. البكتيريا هذه تقوم بتحليل جثة الأسد وتنقل المواد الغذائية الموجودة فيها مرة ثانية إلى التربة. ننتقل للسؤال الرابع عفوا. ما دور كل من الوحوش المفترسة والأفاعي السامة في تحقيق التوازن البيئي؟ نحن تعرفنا على عدة فوائد للحيوانات من خلال درسنا التوازن البيئي الطبيعي. إذن ما هو الدور الذي تقوم به الحيوانات المفترسة في تحقيق التوازن البيئي؟ الحيوانات المفترسة تقوم بأكل الحيوانات العاشبة، وبعد ذلك تأتي الأفاعي. ما دور هذه الأفاعي؟ الأفاعي تقوم وتأكل الفئران والقوارض التي تتلف المزروعات وتخلص المزارعين من هذه الحيوانات التي تتلف المحاصيل. السؤال الخامس. كيف صار الإنسان مسؤولاً عن اختلال التوازن الطبيعي؟ بمعنى آخر، لماذا أصبح الإنسان مسؤولاً على اختلال التوازن البيئي؟ ما العمل أو ما هي الأعمال التي قام بها الإنسان وأصبح بذلك مسؤول عن اختلال التوازن البيئي؟ أحسنتم، لأن عندما قام الإنسان بتجريد الكثير من الكائنات الحية وحرمانها من المأوى والغذاء وأماكن التوالد، إذن بذلك أصبح الإنسان هو المسؤول عن اختلال التوازن البيئي. ننتقل إلى الصفحة التالية. اكتب أسماء 5 حيوانات مهددة بالانقراض. مر معنا خلال شرح الدرس قائمة بأسماء بعض الأحياء المهددة بالانقراض على مستوى العالم. نذكر منها 5 أسماء. أولاً سمك أبو المنشار، ثانياً النمر، ثالثاً كلب البحر، رابعاً الفيل، خامساً الكركدان الآسيوي. إذن هذه هي أسماء أو بعض أسماء الحيوانات المهددة بالانقراض. ننتقل للسؤال الثاني. ماذا حدث عندما تخلص فلاحو الولايات المتحدة من البوم؟ نحن قلنا سابقا أن انتشر البوم بكميات كبيرة في الحقول في الولايات المتحدة الأمريكية، فقام الفلاحون بالقضاء على هذا البوم. ماذا كانت النتيجة؟
انتشرت الفئران التي أهلكت الزرع وأحدثت خللاً بيئياً. أحسنتم. ننتقل للسؤال الثالث، اذكر بعض العوامل الطبيعية المؤدية إلى تدمير موائل الحيوانات. موائل الحيوانات تعني أماكن استقرارها أو أماكن تواجدها. إذن أهم هذه العوامل الفيضانات، الجفاف، الأعاصير، الأمراض والأوبئة. السؤال الرابع، ماذا فعلت بعض الدول لحماية الحيوانات من الانقراض؟ وما رأيك في ذلك؟ نحن قلنا أن هناك مجموعة كبيرة من الحيوانات ومن الأحياء مهددة بالانقراض. ماذا فعلت بعض الدول لحماية الحيوانات من الانقراض؟ إذا قامت بعض الدول بإنشاء محميات طبيعية تتطابق بيئتها مع البيئة الطبيعية للحيوانات، مما يساهم في حماية الحيوانات من الانقراض. إذن هذا العمل عمل جيد، لأن المحميات الطبيعية تمنع الأشخاص من اصطياد الحيوانات والقضاء عليها، فإقامة المحميات تحافظ وتحمي الحيوانات من الانقراض. خامساً، انسخ العبارة الآتية بأجمل خط تستطيعه. أعزائي الطلبة، علينا أن نكتب بخط واضح، بخط مرتب، بخط جميل، حتى يستطيع غيرنا قراءة ما نكتب. إذن أقرأ لكم هذه العبارة، كان ذلك صوت المحبة الذي يسكن قلبيهما ويعزف فيها ألحان أجراس الريح، فيجمع القلبين على صوت لا يسمعه أحد غيرهما. إذن علينا أن نكتب بخط مرتب وجميل ونركز أثناء الكتابة، لا نكتب بسرعة، ننتبه إلى الحركات جيداً وإلى رسم الحروف بالشكل الصحيح. أعزائي الطلبة، أرجو من الجميع الاستماع إلى المقاطع المرئية جيداً وأن نستمع بتأني إلى كل ما يقال خلال الشرح. إلى هنا وينتهي درسنا لهذا اليوم. على المحبة ألقاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.